الو الو ايوه ايوه سوا ايوه ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وبخير. اتعرف بيكي؟ معاك نجله. نجله كم سنه نجله؟ 28 سنه. مرتبطه؟ اه متجوزه. وكلمت حضرتك قبل كده قبل رمضان. تمام. بصراحه حضرتك اللي فيه يعني جوزي بيكلم يعني حريم شغاله معاه في الشغل وكده. حضرتك قلت لي عادي في حاجه. قلت لك التليفونات مش عايزه لي طريقه المكالمه. قلت لي عادي. قال لي حضرتك بتشتغل بردك في نفس يعني في المجال بردك بنات وحريم. فعادي اللي انا اتعامل معاهم عادي بضحك وبهزر وكده. فما تاخدهاش عادي ما تاخدهاش ان فيها مشكله. فجيت بعد كده لقيت رساله على التليفون اللي هي مثلا سجلها باسم ولد اول حاجه. بعدها بتتصل كتير طبعا. انا اللي عرفني اللي هي اللي لقيت رساله اللي هي نازله تشتري حاجه. بعتت له انا نازله اشتري حاجه. فطبعا عملت مشكله وصحيته من النوم وقلبتها وخلاص وعايز اتطلق وكده. راح رد عليا طبعا اهدي انا مش هسيبك انا مش عارفه ايه. طب انت اللي بتخليني اعمل كده عشان من كتر هي بيل ديت وبيل ديت. انا كنت بتكلم قدامك قلت اللي وصلتيني لكده. ما علينا. وسام ان انا فضلت متمسكه بموضوع الطلاق دوت. فهو رد عليا في الاخر قال لي وانا مش هسيبك. يعني انا مهما هتعملي انا مش هطلقك. فده اللي خلاني برضه اتاكد لي ان هو نزوه علاقه عاديه اللي هو خايف يعمل حاجه زي كده. لو في علاقه بجد كان قال لي عادي تطلق وخلص الموضوع. لا 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 البني ادم المرتبط وبيحب مراته ومتجوز وعنده منها اولاد والدنيا ده بيت ما يتهدش في ثانيه. يعني ممكن يكون غلط، ممكن تكون نزوه، ممكن يكون زميلته، ممكن يكون اي حاجه. طب كمل. انا عارفه هي مين. وكلمت حضرتك قلت لك اللي هي مرات صاحبه. بس صاحبه دوت يعني ايه مراته تروح معاه تيجي عادي. طبعا صاحبه حصل مشاكل ما بينه وبين مراته فرفعت على دي كلها. انت واقف القصه. فهي بتطلع عندي بتاكل وتشرب عندي كل شويه مثلا تعدي انا اعدي عليكي. إيه يعني العلاقه كانت قدامي. تمام. فجيت بعد كده طبعا زي ما حضرتك كنت بتقول يعني حصل موقف ليا جامد تعبت ودخلت عمليات. يعني العمليه كانت صعبه نجاحها صعب جدا. فجوزي كان يعني جوزي كان بيعيط عشاني في الوقت دوت. كان يعني كنت حاسه ان هو بيحبني بجد. بس في الوقت اللي انا تعبت فيه دوت ما كانش في حد جنبي. ما فيش حد ساكن جنبي يعني اعرفه ان هو يلحقني. انا كنت تعبانه وهو كان في الشغل. بعتها لي هي. كنتش لسه عرفت ان العلاقه دي ما بينهم. لقيتها جت هي ساعدتني وقفت جنبي واكلتني وشربتني وسندتني عملت لي كل حاجه. طب ما يمكن ما فيش حاجه ما بينهم. لا ما هو انا دلوقتي لما اكتشفت الموضوع وبكلمها بقول لها انت بتكلمي لي؟ قالت لي والله انا ما بكلموش هو اللي بيكلمني. طبعا هي كل الموضوع بس يا اسامه عشان يعني حضرتك بقى فاهم اوله لاخره ان هي بتجري معايا على ورث. يعني هو في ورث جاي له هي بتجري معاه فيه. يعني بتروح معاه بقى المحكمه بتروح معاه مش عارفه فين تجيب له ايه اختها محاميه. فهي حطت اللي هي تحت القبه شيخ. يعني بقى هو بقى جاي له فلوس والكلام ده كله. فجيت في الاخر بقول له طب يعني ازاي ديت يعني ازاي يقول لك ازاي تشكي فيها دي وقفت جنبك دي شلتك دي وانت تعبانه شالتك. يعني ما دخلتش في دماغي الكلام. حتى جيت اكلم والدتي قالت لي عادي ما ممكن بتعمل كده عشان تاخد بونت عنده. ممكن. المهم عدى الموضوع وموضوع برضك مشي. وجيت بجيب واحده تساعدني في البيت كده بتعمل لي حاجات عارفاني لي بقالها كتير. قالت لي ان انا شفته مشي مع واحده والجيجي. طبعا مش هسكت عملت طبعا مشكله. نزلت عند والدته تحت وخلاص وطلقني والكلام ده كله. طبعا غلطت الست ديت وما بقتش تجي لي تاني واعمل مشكله. تمام. طبعا هو قاطع البيت. يعني هي الست دي جايه يعني تهدي النفوس. واحده ست داخله البيت ومخرباه. هما بيقولوا كده. هما بيقولوا كده. بس انا شايفاها مش غلط. هي واحده شافت انسكت عن حق شيطان اخر. يعني انت شفتي حاجه وجات تقولي لي. وهي قالتها بليل صافيه يعني بتقول انا فاكراها اخته فاكراها قريبته معرفش اللي هي مشيلتي. فده اللي اكد لي في علاقه. طلعت نفس الست دي اللي انت بتتكلمي عليها. لا هي اكيد. طب هي وصفتها لي اكيد. طب ازاي يعني انت ليه ماشي كده بالاسلوب ده؟ يعني انت هو جوزي من النوع اللي هو انا ما تنزليش الا ما تقولي لي. ما تطلعيش الا ما تقولي لي. ما تروحيش الحته الفلانيه الا ما تقولي لي. زي البنت اللي كان بيتكلم حضرتك من شويه الحب الامتلاك ده. فمعنى ان انت تاخد راحتك قوي في الشارع كده ان انت عارف ان انا مش هشوفك. فجيت بعد كده لقيت المكالمات قلت. لقيت طبعا مفيش رسايل مفيش حاجه. بقى بيفتح التليفون قدامي ويديهولي العب بيه. اقول له مثلا هات الكاميرا هتصور بتاعي يديهولي عادي بكل ثقه مش خايف من حاجه. فده برضك يعني حسيت الجراءه دي شد يعني برضك اللي انت عارف الست يعني شككت فيك اكتر. انت ليه بتديني التليفون بثقه كده؟
طبعا قعدت ادور على الواتساب والرسائل المخفيه والحاجات دي كلها، مش لاقي حاجه. بس خلاص هو الشك دخل جوايا. يعني دلوقتي بقى مثلا يجي يقعد معايا يقول لي انا عندي شغل بكره، بشك ان هو ما عندوش شغل بكره وان هو خارج سكه. بقت خناقات كتير في البيت ومشاكل. طبعا يعني دلوقتي ابسط ما فيها سايب البيت ونزل يقعد مع اصحابه. طب انت رايح فين؟ رايح مع اصحابي. طب انت قلت بتعمل ده وبتحلق بتعمل بتسوي ليه؟ هو حرام ان انا اعمل كده اللي بنزل؟ بقيت تلاكيك على اي حاجه. انا ما بقتش مصدقاه. يعني انا بقى يقول لي رايح في الحته الفلانيه ولا جاي وبتاع، ما بقتش مصدقاه. ومش عارفه اعمل معاه ايه؟ يعني انا مش عارفه اتصرف ازاي؟ كل يقول لي عادي اعملي البسي باكيجي اقعدي. هو دلوقتي ليه تصرفات تقلق؟ بحس ان هو مش زي الاول. يعني الروتين، يعني هو يعني حتى العلاقه ما بيننا بقت روتين مش زي الاول. لا مثلا طلعي كذا حضري كذا، انا عايزك تلبسي مثلا فستان ده كذا. لا مفيش الكلام ده خالص. بصي ممكن يكون العلاقه اللي هو بينه وبين الست دي انتهت تماما. ممكن يعني انا لسه ما اقدرش احدد يعني. ويا هي قعدت معايا، اهله قعدوا معايا، هو خلاص حس ان الموضوع ده هيجيب له مشاكل فقال رايح دماغي منها. اوكي ورجع بقى طبيعي. لما رجع بقى طبيعي وفضي بيبتدي بقى يدور، يروح يخرج مع اصحابه شويه، يقعد يدردش شويه. بدا بصي في الجواز لما الراجل بيطمن والست بتطمن والدنيا بتهدى بتتحول لحته الروتين دي. هي ما انا بتكلم في دوت طبعا. يعني انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي. يعني انا بكلمه باجي اقول له مثلا انت رايح فين؟ انت جاي ليه؟ يقول لي انت ما تسالنيش، انت بقيتي انت عايزه تعرفي انا رايح جاي ليه؟ يعني انت عايزه تعرفي خطواتي ليه؟ يعني في الحياه بحس كده ان ما فيهاش، يعني ما بحسش ان هو حاول يغير. يعني حتى بقول له انا عايزه اخرج معاك، كنا بنخرج انا وهو مع بعض وهي كانت بتبقى موجوده، بمشي انا والعيال قدام وهو يمشي ورا. طب ليه؟ يعني انت هي ماشيه معايا؟ انا ما كنتش اعرف اللي في علاقه، انا ما كنتش اعرف. يعني انا كنت شاكه في ده. ودلوقتي في عز الخناقات بتاعتنا يقول لي انا بستحمل عشان خاطر العيال، انا بستحمل عشان خاطر العيال. طب قلت الاول بصي هقول لك حاجه، طلعيه من دماغك خالص، طلعيه من دماغك لانك من واضح انك مراقباه قوي. انت فاهماني؟ طلعيه من دماغك خالص وابتدي اهتم انت بنفسك زي زمان من غير ما هو يطلب. خليه هو يحس ان في حاجه فيك بتتغير، ان انت بداتي تلبسي، تهتمي، تتزوقي، تضحكي، تخرجي، ليكي تليفوناتك، اصحابك، حياتك الطبيعيه. والمشكله اللي ما فيش ده كله يكون في ده. يعني هو دلوقتي ماسك التليفون. يعني اكتشفته برضك ان انا كنت بعمل الواتساب عند مامتي، كنت بايت عند والدتي. جيت هنا البيت لقيته صح لي الصبح بيقول لي انت اتصلتي برقم الساعه 2 بالليل، وبيطلعه لي من على تليفونه. فبقول له رقم ايه اتصلت بيه؟ ده رقم الواتساب، كنت عايزه الرساله بتاعت الكود. فبتصل بالواتساب بيديني اتصال. فعرفت ان هو عامل ابلكيشن بيراقب المكالمات. يعني انت ايه اللي وصلك لكده يعني؟ خلاص انت بتعملي حاجه غلط. لا اكيد ما بعملش حاجه. خلاص خليه يعمل اللي يعمله. ان انا اللي كنت براقبك وانا اللي كنت بشوف دوت بالله، واللي خلاني اتاكدت من الموضوع ده والدتي بتقول لي انت بقيتي تطلبي الطلاق كتير. بصي بقول لك ايه، حته الغيره دي اللي بتيجي عند الراجل دي هي اللي بتخلي بتصحي الحب جواه. طالما موجوده يا ستي دي خير وبركه. انما لما بتنتهي خالص الراجل بيبطل يغير على مراته ويبقى بحها تماما. فانت بس اهتمي بنفسك شويتين. خليه يشوفك دايما حلوه قدامه. حتى لو بدا يغير عليكي اكتر وانت بتقولي ان عنده حب التملك، خليه بس دايما يبقى شايفك حلوه، لان طول ما هو شايفك حلوه هيهتم. طول ما هو بيغير عليكي هيفضل مهتم، لان بيبقى جواه شعرايه خوف من المجهول. فخليه دايما مهتم ودايما بيغير عليكي. وحافظي على بيتك. ممكن يكون الراجل زي مليون راجل، جات له نزوة، جات له غلطة، حد ضحك على دماغه، واحدة ابتسمت له، واحدة جابت رجل، ممكن ده مليون مرة بيحصل. إنما احنا برضو بالشطارة كده نقدر نحتوي الموقف وتبقى انت سيدة الموقف.